فنبدأ إن شاء الله. إحنا هنتكلم عن الإنسايمر أوبستراكشن. لو في كام حد معانا دلوقتي؟ احنا داخلين على 100 دكتور، بالله ادخلوا لسه في الويتنج روم. تمام. تمام، لو حضرتك هتبدأ اتفضل، واحنا هما بيدخلوا تباعا يعني. ماشي، انا ارجع تاني ازاي للباوربوينت؟ انا كنت رجعت للبرنامج. وكده الباوربوينت ظهر عندنا. اذا الباوربوينت ظاهر، تمام. بس لو حضرتك بس طيب تكبر الشاشة شوية، الباوربوينت يا إما تدوس F5، يا إما في علامة البروجيكتور كده في الباوربوينت تمام نفسها تحت. كده، تمام. لا أنا لسه الصورة ظاهرة عندي صغيرة. صورة عندي كبيرة، مش عارف. ما هو يا دكتور الباوربوينت هو دلوقتي جاب البرنامج نفسه، يعني لو حضرتك هتكبر فالمفروض بعد التكبير بترجع تعمل شير سكرين على الفول سكرين بتاع الباوربوينت يعني لوحده. حضرتك تمام. صادق طيب هو يعني احنا خلي السلايد نبدأ حضرتك من عندنا وهو هيظهر كويس. كده فول سكرين. لا احنا نقصد حضرتك تغير من الاعدادات نفسها بتاع الشير بتاع البرنامج، من الشير فوق نختار سكرين يظهر عندنا. ستوب شيرينج، شير شير تانية حضرتك اختار سكرين. سكرين، تمام. تمام كده، لو حضرتك كبرت هيظهر عندنا الصورة كبيرة. اوكي، كده تمام. أو تمام كده. اوكي طيب، احنا ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، هو الانستاينر اوبستراكشن. ده من الحاجات اللي هي الامرجنسي اللي هي هتقابلنا كلنا في الاستقبال، سواء احنا خدنا جراحه او ما خدناش جراحه. اي حد مننا لازم هتصاد في حاله، ممكن في الوحده، ممكن وانت جي بي، ممكن اي حد قريبك. فاحنا يعني هنتكلم ان بريف ازاي ان احنا نعرف الانستاينر اوبستراكشن. تو كلاسيفاي الانستاينر اوبستراكشن، لو انا عندي عيان اكيوت او كرونيك انستاينر اوبستراكشن، هاو تو ديفرنشيت بتوين زيم، هاو تو ديفرنشيت بتوين حاجه اسمها سيمبل وكلوزد لوب اند سترانجوليتد اوبستراكشن. تمام. طيب الباول اوبستراكشن، يعني لو انا حبيت مثلا كده اقول يعني ايه هو الباول اوبستراكشن، يعني ايه اوبستراكشن؟ اوبستراكشن يعني بلوكيج، يعني حاجه قفلت ليومين. يعني النورمال بروبالجن اند باسج اوف انستاينال كونتنت فيلد، يعني المفروض ان انا عندي الممرات اللي هي في الجي اي تي بتبدا من الماوس وتنتهي بالانال كانال، والمفروض ان هو ده النورمال باس واي بتاع الفود. فبيحصل اوبستراكشن في مرحله ما من الجي اي تي. الاوبستراكشن ده ممكن يعني يكون نوعين. النوع الاول ميكانيكال. يعني ايه ميكانيكال؟ ميكانيكال اوبستراكشن يعني حاجه يعني واقفه في اليومن، عامله اوبستراكشن لليومن. والنوع الثاني من الانستاينال اوبستراكشن اللي هو الباراليتيك، يعني اليومن مفتوح عادي، مفيش مشكله لا في الوول ولا انسايد ذا اليومن ولا اوتسايد ذا اليومن، لكن الانتستين نفسها هي اللي مش بتتحرك. يعني المفروض ان في حاجه اسمها البريستالسيز، البريستالتيك موفمنت دي هي اللي بتحرك لي الفلويد كونتنت او الفود، هي اللي بتخليه بيوصل من الجي اي تي لحد الانال كانال. طيب الكلاسيفيكيشن اوف انتستاينال اوبستراكشن انا ممكن اقسمه الى دايناميك وادايناميك. يعني هو نفس القصه بتاعت الميكانيكال والفانكشنال او الباراليتيك انتستاينال اوبستراكشن. دايناميك يعني حركي او يعني سببه
قصه في حركه، لكن في اوبستراكشن للول، لا دايناميك يعني مفيش حركه، يعني مفيش بريستالسيس، تمام. ده من ناحيه الفانكشن، لكن من ناحيه المكان بتاع الاوبستراكشن ممكن اقول ان هو في سمول باول اوبستراكشن او لارج باول اوبستراكشن. طيب من ناحيه الاونست ممكن اقول ان في اكيوت اوبستراكشن، يعني العيان حصل له اوبستراكشن اكيوت يعني وزن شورت تايم، او كرونيك اوبستراكشن العيان بيشتكي من كرونيك كونستيبيشن، بيدخل الحمام وبعدين يدخل في كرونيك كونستيبيشن، ده اسمه الكرونيك اوبستراكشن، او اكيوت اون توب اوف كرونيك اوبستراكشن، وده مشهور جدا في المالجنس. يعني لو انا عندي عيان عنده كانسر ريكتم، الكانسر ده بيحصل له بروليفريشن كل شويه بيزيد بيزيد بيزيد، لا يعمل له كرونيك اوبستراكشن، ومره واحده يحصل فيكال امباكشن، يعني جزء من الفيسز يحصل له امباكشن عند السايت بتاع التيومر، فيحصل للمريض ده حاجه اسمها اكيوت اون توب اوف كرونيك انستاينال اوبستراكشن. طيب السب اكيوت انستاينال اوبستراكشن برضه نفس الكلام، العيان بيدخل في اكيوت اتاكس وبيخف، بعدين بيدخل في كرونيك اوبستراكشن او سيمبل اوبستراكشن، حصل اوبستراكشن مثلا امباكشن لينفيكوليس، ده اسمه سيمبل اوبستراكشن، يعني مفيش اي في ايه، يعني لازم تفرق بين حاجه اسمها سيمبل اوبستراكشن وسترانجوليتد اوبستراكشن. سترانجوليتد اوبستراكشن ده يعني اوبستراكشن بس معاه مشكله في البلاد سبلاي، يعني حصل انترابشن في البلاد سبلاي، البلاد سبلاي اللي واصل للباول بقى انترابتد، وبقت الباول اسكيميك، تمام. فبقت القصه بقى ان ايه، الاوبستراكشن حصل وكمان البلاد سبلاي قل، فالانتستين حصل فيها جنجرين. النوع الاخير اسمه كلوزد لوب اوبستراكشن، هنشرحه دلوقتي وهنعرف ايه هو الكلوزد لوب اوبستراكشن. حد انتوا سامعيني كويس؟ اه تمام يا دكتور، سامعين حضرتك. تمام. طيب برضو احنا بقى يعني في النهارده هنشرح بالتفصيل يعني ايه هو كل نوع من الانواع اللي احنا شرحناها دي، ايه هو الميكانيكال، ايه هو البراليتيك او الفانكشنال اوبستراكشن. تمام. ميكانيكال اوبستراكشن يعني احنا اتفقنا ان الميكانيكال يعني في حاجه حقيقيه، يعني شيء ملموس عمل انسداد في الامعاء باللغه العربيه العامه، يعني ان انا الحاجه اللي هي هتوقف لي مسار الاكل في الامعاء في السمول او اللارج باول، دي الحاجه دي هتنقسم، يعني هقدر اكلاسيفاي الى 3 حاجات، يا يعني اما حاجه موجوده جوه اليوم، يعني حاجه عامله اوبستراكشن جوه اليوم، يعني لو انا قلت لك قول لي مثال كده للحاجه اللي هي ممكن تعمل اوبستراكشن جوه اليوم، اقرب يعني اسهل حاجه هتقول لي ان ممكن يكون مثلا زي امباكتد جول ستون، مثلا حاجه اسمها جول ستون الياس، يعني في مرضى اللي هم عندهم ستونز في الجول بلادر، ممكن الستون دي بيحصل لها سليبج تنزل جوه الديودينا وتفضل ماشيه لحد التيرمينال اليوم وتعمل اوبستراكشن، فده الاوبستراكشن انسايد ذا اليومن، او امباكتد فيكوليس، يعني في فيكوليس حصل لها جزء من الفيسيس حصل له هاردنينج وحصل اوبستراكشن في جزء في مرحله ما من المرور بتاع الباسج في الامعاء. يبقى الجزء الاولاني انترا اليومينال، والجزء الثاني انترا، والجزء الثاني انترا ميورال. يعني انترا ميورال يعني حاجه طالعه من الوول نفسه، يبقى يا اما حاجه من جوه يا اما حاجه طالعه من الوول، يا اما حاجه ضاغطه من بره، يعني الانسينال اوبستراكشن الميكانيكال يا اما حاجه من 3 حاجات، مش هيطلع بره ال3 حاجات دي، حاجه جوه الوول زي الجول ستون اليس، تمام، او التيومر او امباكتد فيكوليس، تمام، حاجه جايه من الوول نفسه. الوول نفسه بقى ايه اللي يعمل اوبستراكشن؟ اذا حصل حاجه كونجينيتال ستريكشر مثلا، اذا في مثلا زي باند موجوده، الباند دي نقدر نقول عليها ان هي اكسترا ميورال. خلينا الحاجات اللي في الوول مثلا حاجه زي الديودينال اتريزيا، يعني الوول نفسه اتريتيك او الوول نفسه ستينوتيك، تمام، كل ده بيعمل انترا ميورال اوبستراكشن. تمام. الحاجات الاكسترا ميورال بقى حاجه بتضغط من بره، ايه اللي بيضغط من بره؟ اشهر حاجه بتضغط من بره اللي هي البند، اشهر نوع من الانسينال اوبستراكشن هو الادهيزيف انسينال اوبستراكشن، خلاص اشهر نوع من الاوبستراكشن هو الادهيزيف انسينال اوبستراكشن. يعني ايه ادهيزيف انسينال اوبستراكشن؟ يعني يجي لك قريبك، واحد قريبك عامل عمليه زايده او عامل عمليه مراره او عامل عمليه هرنيا،
تمام من 4 5 سنين ويقول لك يا دكتور انا مشكلتي من كوليك بين، عندي كوليك بين وعندي فومتنج ومش مش بباصص طول، تمام. هو ده انت بتشخصه ان هو ادهيزيف انتستاينال اوبستراكشن، ان في انتستاينال اوبستراكشن حصل، والسبب في الغالب الادهيجنز اللي حصلت مكان الجرح اللي عنده، مكان العمليه اللي كانت موجوده عنده، تمام. الميكانيكال اوبستراكشن ده ممكن بقى من ناحيه الباثولوجي اللي بيحصل في اللوب اقسمه الى سيمبل لوب اوبستراكشن او سيمبل اوبستراكشن اللي هو ما فيش فاسكولار امبيرمنت زي ما قلنا، او كلوزد لوب اوبستراكشن. يعني ايه كلوزد لوب اوبستراكشن؟ يعني انت قفلت من ناحيتين. يعني انا مثلا لو انا عندي اوبستراكشن زي الجول ستون الياس ده اسمه سيمبل اوبستراكشن، تمام. لكن انا عندي اوبستراكشن حصل عند الليفل اوف ذا تيرمينال اليوم، ولقيت ان في اوبستراكشن تاني حصل فوق عند الجيجنال، يبقى اللوب اللي في النص ده اسمه كلوزد لوب، يعني هو مقفول من فوق ومقفول من تحت، يبقى ده اسمه كلوزد لوب اوبستراكشن. واشهر حاجه للكلوزد لوب اوبستراكشن اللي هي في السمول باول اللي هي سترانجوليتد هيرنيا، يعني الهيرنيا بتطلع السمول باول بتطلع من الديفكت الصغير، والديفكت بيحصل له كونتراكشن حوالين اللوب ده، فاللوب ده بيبقى مقفول من الناحيتين، يعني من الناحيه اليمين مقفول ومن الناحيه الشمال مقفول، واللوب اللي في النص ده اسمه كلوزد لوب. حد فاهم حاجه؟ تمام. تمام. طيب سترانجوليتد اوبستراكشن بقى اللي هو ايه؟ حصل اوبستراكشن للبلاد سبلاي زي السترانجوليتد هيرنيا. يعني السترانجوليتد هيرنيا قلنا ان الفين بيتقفل، وبعدين بيحصل كونجيشن عنيف جدا في اليومن، وبعد ما يحصل كونجيشن عنيف جدا في اليومن بيحصل كلوجر للارتري، يبقى في انتستاينال اوبستراكشن وفي انترابشن للبلاد سبلاي، ده السترانجوليتد اوبستراكشن. طيب البيزيس وفي نيتشر، تمام، وي كان كلاسيفاي الانتستاينال اوبستراكشن انتو اكيوت كرونيك، وفي اكيوت اون توب اوف كرونيك، وفي سب اكيوت انتستاينال اوبستراكشن. الاكيوت اوبستراكشن دايما معظمه بيحصل في السمول باول، نيفر ان انت تلاقي اكيوت اوبستراكشن بيحصل في اللارج باول. على فكره معظم الحالات بتاع اللارج باول هي كرونيك اوبستراكشن، يبقى السمول باول اوبستراكشن او الاكيوت اوبستراكشن دايما بيحصل في السمول باول، الكرونيك اوبستراكشن بيحصل في اللارج باول. المريض هيشتكي من ايه؟ اي مريض حصل له اوبستراكشن بالتبعيه هتلاقي الابدومن بتاعته ديستندد، الابدومينال ديستنشن دي حاجه من الحاجات اللي موجوده. اشتكي من بين، البين ده بيبقى ده في الغالب ديو تو ديستنشن، والفومتنج، الفومتنج ده هيبقى ايرلي فومتنج امتى؟ لما في السمول ولا لارج باول اوبستراكشن؟ يعني البومتنج هيبدأ بدري في السمول باول ولا في اللارج باول اوبستراكشن؟ السمول باول ستراكشر السمول باول اوبستراكشن على عكس الكونستيبيشن، الكونستيبيشن هيبدأ بدري في اللارج باول اوبستراكشن وهيبدأ متأخر في السمول باول اوبستراكشن، تمام؟ طيب الكرونيك اوبستراكشن ده دايما اتفضل. لا انا بقول لحضرتك تمام. تمام. ومحدش مسموح له ان هو يستخدم المايك غيرك يا حسين ولا ايه؟ لا لا الكل عادي، الميتنج كله بس هم احنا كلنا قافلين طب المايكات عشان مش سيبك دوشة. في بس المايك الدوشة يعني ده. اوكي. طيب الكرونيك اوبستراكشن ده دايما بيحصل في اللارج باول، ومعظم الحالات الكرونيك اوبستراكشن بتبقى حالات مالينة، تمام؟ بيبدا بالابدومينال بين، طبعا بيبقى موجود وفي كوليك بين، وفي برضو الكونستيبيشن، الكونستيبيشن هيبقى ايرلي والفومتنج هيبقى ليت في الـ في الـ في الـ في الكرونيك اوبستراكشن او الاوبستراكشن ديو تو اوبستراكشن للكولون. طيب اكيوت اون توب اوف كرونيك ده دايما كرايتيريا زي ما قلنا بتحصل في اللارج باول اوبستراكشن، وادينا مثال ليها نفتكرها دايما بالكانسر ريكتم او الكانسر كولون، التيومر بيحصل له بروليفريشن ويفضل كل شويه بيعمل اوبستراكشن، الاوبستراكشن ده بيبقى بارشيال، فالبارشيال اوبستراكشن ده هو الكرونيك اوبستراكشن. يجي يفضل بقى ايه، تيجي لحد ما يحصل امباكشن هارد فيسز، يعني جزء من الفيسز كده يحصل له هاردنينج ويعمل اوبستراكشن عند الليفل اوف ذا تيومر، فيروح عامل لي اكيوت اون توب اوف كرونيك اوبستراكشن. فالكرونيك الاكيوت اون توب اوف كرونيك دايما بيحصل في المالجنسي اوف ذا كولون والمالجنسي اوف ذا ريكتال كارسينوم.
الايتيولوجي زي ما قلنا احنا في حاجات اكسترا ليومينال وفي حاجات انترا ليومينال وفي حاجات انترا ليومينال وانترا ميورال، تمام. الحاجات بقى اللي هي بتاعت الام سي كيو والكلام ده اللي هو الادهيزيف انساينال اوبستراكشن which تايب از ذا موست كومن كوز اوف انساينال اوبستراكشن، اللي هو الادهيزيف، خد بالك الادهيزيف انساينال اوبستراكشن، تمام. which is the most common type after adhesive intestinal obstruction، ممكن التيومرز، وبعديها على طول ممكن الانفلاماتوري الاوبستراكتد هيرنيا والانتراليومنال والميسلينيس كوز، تمام. تمام. السمول باول اوبستراكشن اكتر نوع بيحصل فيه، يعني اكتر حاجه الادهيزيف انتستينال اوبستراكشن، قلنا الادهيجنز اي مريض عامل عمليه في بطنه ده هو از لايبل تو adhesive intestinal obstruction. المينيمال انفيزيف سيرجري عامة اللي هي اللابروسكوبي والروبوتك سيرجري هي جت فكرتها عشان تقلل الادهيجنز. اللابروسكوبي الادهيجنز اقل بكتير من الاوبن سيرجري، تمام. واحنا في رول عندنا وانس ادهيزيف اولويز ادهيزيف، يعني انت لما بتفتح مريض عنده ادهيزيف انتستاينال اوبستراكشن هذا المريض برضو معرض ان هو، يعني انت بتفتح عشان تشيل الادهيجنز وانت برضو عملت جرح تاني، فالجرح التاني ده هيعمل ادهيجنز، فاكسبكتد ان المريض ده برضو يدخل في انتستاينال اوبستراكشن تاني اجين، تمام. الاكسترنال هيرنيا، تمام، الادهيزيف والاكسترنال هيرنيا الاثنين از ريسبونسبل فور اباوت 75% اوف ذا كيسز اوف سمول باول اوبستراكشن. بعد كده في حاجات انفلاماتوري في زي الكرونز ديسيز طبعا، زي التي بي، زي التيومرز، اللارج باول اوبستراكشن اكتر تيومرز ومن اكتر الحاجات اللي بتحصل برضو الفولفولس التيومر والفولفولس في اللارج باول اباوت 90% of the case. Diverticular disease برضو من الحاجات اللي هي ممكن تعمل adhesive intestinal obstructions أو الـ adhesions. لو أنا حبيت أقسمهم على حسب الـ age، يعني أنا لو جالي طفل صغير عنده intestinal obstruction لسه مولود، يبقى ده في الغالب الطفل ده ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون حاجة اسمها duodenal atresia، ممكن يكون حاجة اسمها annular pancreas، إنه البنكرياس عامل زي الخطاف كده حوالين السكند بارت اوف ذا ديودينال، نفس الشكل ده، يعني ده السكند بارت وده البنكرياس لافف حوالين السكند بارت اوف ذا ديودينال، تمام، عامل لي اوبستراكشن. ممكن حاجه اسمها ميكونيوم الياس، دي مشكله عنده في الريسبيراتوري سيكريشنز وفي الميوكاس عامه سيكريشنز، فالمستول بتبقى انسبايسيتد وناشفه وعامله حاجه اسمها ميكونيوم الياس بيعمل اوبستراكشن، او حاجه اسمها نيكروتايزنج انتيروكولايتس، دي بتحصل نتيجه اسكيميا في الباول، او فولفولس، يعني الطفل عنده مار روتيشن وفولفولس. لو طفل عنده 3 اسابيع وجالك عنده انساينال اوبستراكشن في الغالب ده ممكن يكون حاجه اسمها شيبس، اللي هو كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوس، اسمه شيبس كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوس، ده شوفها كتير قوي، تمام. هو الطفل بيجي وبيبقى عنده نون بيليس فومتنج، يعني مفيش بايل، لان هو الاوبستراكشن بيبقى موجود عند البايلورس، فالاوبستراكشن اللي فوق البايلورس يبقى هيرجع جاستريك سيكريشن مش هيرجع بايل، وده اللي بيفرقها عن حاجه اسمها ديودينال اتريزيا. الاتريزيا بتبقى تحت السكند بارت اوف ذا ديودينم، يعني تحت الفتحه بتاعت الكومن بايل داكت، فمعنى كده ان الطفل ده لما هيرجع ايه؟ بيليس ولا نون بيليس؟ بيليس فومتنج، تمام؟ ديودينال اتريزيا بيليس فومتنج، البايلوريك ستينوزس مش هيرجع بيليس، هيرجع نون بيليس فومتنج. طيب 6 to 8 months الانتسسبشن، الانتسسبشن ده باختصار يعني لوب، ادي لوب اهو دخل جوه لوب، تمام، فده عمل حاجه اسمها انسسبشن، يعني الباول اتدككت جوه بعضيها، فحصل ان يحصل ميوكوزال انسريشن ويحصل حاجه اسمها ريد كارنت جيلي ستول. تلاقي البرزنتيشن الام جايه تسالها تقول لها عمل حمام ابنك، عمل حمام، تقول لك اه عمل حمام لونه احمر كده وفي مخاط، تمام، ده اسمه ريد كارنت جيلي ستول، ده حاجه كاركترستيك للانتسسبشن. لما نطلع بقى للعمر اللي اكتر من كده، التين ايج واليانج ادلتس، الابنسايتس والميكلز والاديجنز والهرنيا،
كل ما تطلع لفوق بقى كل ما تزيد الانسيدنس اوف كارسينوما، كارسينوما دايفيرتيكولار ديسيز اند سيجمويد فولفوس. ده شكل الانسسبشن، شايفين شكله؟ او لوب تلسكوبينج زي التلسكوب كده دخل جوه العلبه بتاعته، تمام؟ ففي جزء اللوب، ادي اللوب اهو دخل جوه لوب تاني، تمام، تلسكوبنج للباول، فده بيعمل لي باول اوبستراكشن. الجزء اللي من جوه ده اللي انتوا شايفينه الصوره اللي تحت، تمام، الميوكوزا هنا كونجستد شويه لان هي لف على بعضيها، لما هي كونجستد هيحصل منها شويه بليدنج، ينزل شويه ميوكس وشويه بايل مع بعض، يبقى يجي الطفل يجيب ايه؟ ريد كارنت جيلي ستول زي ما قلنا. مفهومه دي؟ تمام. تمام. Obstruction could be simple loop or closed loop أو strangulated obstruction. إحنا بنكرر نفس الكلام تاني لأن هو كلام مهم. ال dynamic أو ال functional obstruction from the wall ممكن يكون تي بي أو كرونز أو تيومر أو ستريكشر أو حاجة congenital. ده شكل الجول ستون إلياس وده شكل ال worms، تمام. دي الأسكارس، أسكارس، و يعني شايفين هنا الصورة اللي تحت دي في ستون كبيرة عاملة انفكشن، ولو انت عايز تعرف الستون دي امباكتد فين ممكن ده برضو بيبقى من الحاجات اللي هي تتسأل فيها، اللي هي السايت اوف امباكشن يبقى اباوت 60 سنتيمتر فروم اليوسيكال جنكشن، حوالي 60 سنتي، تمام، من الاليوسيكال جنكشن. ليه؟ لان هي الحته دي بيبدا يحصل ناروينج بقى، يعني يبدا الفيجنم كان واسع شويه وبعد كده الاليوم، بعد كده الجزء الاخير من الترمينال الاليوم يبدا يبقى نارو شويه فيحصل الاوستراكشن عند الجزء ده الجول ستون اليس، ودي الاسكيرس. الاسكيرس دايما بيحصل لها ايه؟ امباكشن عند الترمينال اليوم، اخر حته من الاليوم. ايه الميكانيكال اوبستراكشن ديو تو اكسترا ليومينال كوزز؟ ممكن باند، طبعا اشهر حاجه قلنا الاديتيف انترنال اوبستراكشن، لو انت شفت الصوره اللي على اليمين دي في باند اهي، الباند دي ضغطة على اللوب وعامله اوبستراكشن، اللوب اللي فوق هيبقى ديستندد واللوب اللي تحت هيبقى كولابسد، او اكسس او هيرنيا او كومبريشن. دي الجول ستون الياس، هي دي شكل الجول ستون الياس وهي موجوده اهي في التيرمينال اليوم، وادي الراجل اهو طلعها واقف في المكان هيعمل الانتروتومي او الفتحه اللي هي بتاعتها هتتقفل في الاخر. ده الانتسسبشن. دي الديودينال اتريزيا، شايفين الجزء الاتريتيك ده ما فيهوش ليومن، يعني ادي الاستومك وادي الفيرست بارت السكند بارت، وتحت السكند بارت، تمام، في الحته اتريتيك يعني اوبستراكتيف، مش اليومن تقريبا مش موجود، تمام، وقلنا ان هي تحت الاوبننج بتاع البايل داكت، فالفومتنج هيبقى بيليس فومت. ده انستاينال تيومر، ده تيومر موجود في السمول باول، تمام، ويعمل كومبريشن ويعمل نفس الكلام. دي باند عامله اديجنز، وادي شايفين الوول بتاع الانتستين دايليتد، دايليتد وول، ده لانه اوبستراكتد. اوكي، الاديناميك اوبستراكشن، اديناميك انستاينال اوبستراكشن اللي هو ايه؟ الاديناميك انستاينال اوبستراكشن مفيش حركه، يعني في اللي هي اسمها باراليتيك اليس، دي بتحصل بقى بسبب كذا حاجه، يعني ده عايزه واحد دكتور شاطر كده، واحد يعني بطنه شاطر قوي، يعني يقعد يفكر كتير ليه، خاصه العين ده لو ما عندوش بروتونايتس سبب الاوبستراكشن ده ايه؟ هو مش ميكانيكال اوبستراكشن، هل العيان ده مثلا عنده الكترويت امبالانس، هل هو مثلا بياخد حاجه زي البوتاسيوم لوزنج دايروتكس اللي هي الحاجات اللي هي زي اللازكس اللي بتخلي العين يدخل في هايبوكاليميا يفقد بوتاسيوم كتير، فالهايبوكاليميا ممكن من الحاجات اللي هي بتعمل برضو اليس، هل عنده بياخد دراجز مثلا حاجات مثلا زي السلفونايل يوريا، حاجات زي الميسوتريكزيت والحاجات اللي هي بتاعت الاوتو اميون ديزيزز اللي هي ممكن برضو تعمل لي الفانكشنال اوبستراكشن. البروتونايتس طبعا لازم هيعمل انتستاينال اوبستراكشن، اي عيان عنده بروتونايتس هيحصل باراليسيز للانتستاينال موتيليتي وهيبقى عنده فانكشنال اوبستراكشن. الكترولايت امبالانس قلنا زي اشهر حاجه الهايبوكاليميا بتعمل انستاينال اوبستراكشن. بوست اوبراتيف عيان
بعد اللابراتومي هتلاقي بيدخل في الياس شويه، المفروض الالياس دي بتبقى يوم يومين، لكن هي لو استمرت اكتر من كده يبقى المفروض ان انت تقعد تفكر بقى، تشوف البوتاسيوم قد ايه وتشوف الدنيا عباره ايه. الريترو كوزس، في حاجه يعني الريترو بروتونيال كوزس، اي ديسكشن زي عمليات الكدني مثلا، لو انت بتعمل نفريكتومي او بتعمل سوبرا رينال ادرينالكتومي، عملت ديسكشن كتير للريترو بروتونيال، يعمل حاجه اسمها اوبليفيي سندروم. اوبليفيي سندروم حاجه اسمها كولونيك سودو اوبستراكشن، الكولون يفضل بارالايزد يعني مفيش حركه في الكولون، يفضل ديستندد ويعمل لي حاجه اسمها انتستاينال اوبستراكشن. الباثوفيسيولوجي، المفروض ان انت تبقى عارف ايه اللي هيحصل بقى، يعني ايه الباثولوجي اللي هيحصل عندك في الانتستين. يعني انا مثلا لو انا توقعت ان في مثلا، خلينا نشرح على الجول ستون اليوس، جت عملت اوبستراكشن عند 60 سم قبل الاليوسيكال جنكشن، يبقى الجزء اللي فوق ال 60 سم دول اخر 60 سم ايه اللي هيحصل فيهم؟ هيحصل لهم دايلاتيشن ولا هيحصل لهم كولابس؟ يعني الجزء اللي فوق هيبقى كولابسد ولا دايليتد؟ دايليتد طبعا، في اوبستراكشن تحت، اي البنيه بقى هتفضل تتنفخ، يعني تتنفخ فوق، دايلاتيشن تفضل يحصل دايلاتيشن، بريستالسيس انكريسز والانستاينال دايليت يحصل لها دايلاتيشن، بلوزا ليفل اوبستراكشن ايه اللي هيحصل؟ كولابسد، الدنيا هتبقى كولابسد. فانت لو شاطر هتبص على الاكس راي، وهي فيلم ملوش لازمه تمام في الانفستيجيشنز دلوقتي، هتبص فيها هتعرف العيان ده الليفل اوف اوبستراكشن فين. لو انا شفت الكولون تمام ديستندد، يبقى العيان ده في الغالب الاوبستراكشن في الغالب هيبقى كولونك تحت خالص، فيري لو اوبستراكشن. لو انت الكولون والديستال سمول انتستين كولابسد، يبقى الاوبستراكشن في الغالب فوق، فوق at the level of the judgment. تمام؟ الحاجات اللي بتحصل بقى نتيجة الانسترنال اوبستراكشن، ايه المشكلة يا دكتور من العيان بتاع الانسترنال اوبستراكشن ده ما نسيبه؟ لا مش هينفع نسيبه، حتى العيان بتاع الالياس اللي هو عنده ما عندوش ميكانيكال اوبستراكشن لازم نعالجه، لان هو لو انت ما عالجتوش هيدخل في الكترولايت امبالانس، ودي حاجة عنيفة جدا. يعني الهايبوكاليميا والهايبركاليميا دي من الحاجات الفيتر على فكرة، يعني انت عشان تدخل عيان المستشفى وتظبط له البوتاسيوم لازم يتحجز في العنايه. تمام، التوكسيك ابزوربشن والتوكسيميا اللي ممكن تحصل برضو دي فيتال، ممكن تؤدي الى سيبسيس، الكارديو بالمونري ديسفانكشن ولانج اتليكسيس، ممكن العيان ده يدخل في حاجه اسمها رينال فيلير شوك اند ديس. الاسترانجيوليشن فكرته ان انا في امبيرمنت للفينوس درينج، الفينوس درينج بيبقى امبيرد وبيبقى فيه اديما في الوول، وبعد ما يحصل الاديما في الوول يحصل هيموريج او بليدنج ان ذا ليومن، وفي الاخر بيحصل اوستراكشر للارتيريال سبلاي. بعد ما حصل خلاص ان الفين والارتري اوكلودد اتقفلوا هما الاثنين، يحصل طبعا اسكيميا وجانجرين. تمام، استرانجيوليشن اوبستراكشن اشهر حاجه فيها بيحصل فين؟ ممكن يحصل في الهيرنيا، اوبستراكتد هيرنيا، ممكن يحصل في الانسبشن، كل دي من الحاجات اللي هي الاسترانجيوليشن اوبستراكشن. لو انت شفت الشكل ده، شكل الباول اللي هي الجانجرينس باول، بص الالوان بتاعتها، في لون اخضر ده لون اللي هي ويل ديفلوبد جانجرين، وفي لون ازرق اللي هي دي بدايه الفينس كونجيشن، يعني في جزء كومبليتلي جانجرينس وفي جزء اهو لسه في بدايه الجانجرين، بس ستيل كل الباول دي كده ان هيلثي، يعني كلها ان هيلثي اند ان نيد اوف ريسكشن انستوموزس، يعني محتاج تشيل كل الباول دي وتوصل اتنين باول وبعديهم يكونوا كويسين. كلوز لوب اوبستراكشن، يعني قلنا في اوبستراكشن ات تو بوينتس، يعني في ادي اللوب تمام، وفي اوبستراكشن من هنا وفي اوبستراكشن من هنا، الجزء اللي في النص ده اوبستراكتد ودايليتد واسمه كلوز لوب اوبستراكشن. لو انا الكلوز لوب اوبستراكشن حبيت ادي امثله، يبقى في اللارج باور اسمه الفولفولس، الانتستين اللي السيجمويد كولون بيلف حوالين نفسه حوالين الاكسس بتاعه، وفي الاخر بيحصل له اوبستراكشن، فالاوبستراكشن في الاخر هيبقى كلوزد لوب، ادي شكل حرف الاوميجا، السيجمويد لما لف تمام بقى عامل كده بالظبط، ده شكل السيجمويد اهو، في شايفين الكروسنج هنا بتاع الميزنتري بتاعه، فاصبح الجزء اللي من هنا مقفول والجزء اللي من هنا مقفول، وده كله دايليتد، يبقى ده اسمه فولفلس اوف ذا لارج باول او سيجمويد فولفلس، وده نوع من الكلوزد باول اوبستراكشن.
How to diagnose a case of يا دكتور، external obstruction. اتفضل. حضرتك قلت ان السترنجيوليتد هيرنيا مثال للكلوز لوب، ازاي؟ سترنجيوليتد هيرنيا مثال للكلوز لوب، لان انت ادي الديفكت، تمام؟ ده الديفكت، حلو، وادي الباول طلعت من الديفكت، بقت حصل ان الكونتراكشن للجزء بتاع الديفكت ده، يعني الديفكت داس جامد على الباول من هنا ومن هنا، فاللوب ده طالع ونازل، يعني انت اللوب ده ما هو طالع وداخل وراجع يعني عشان يكمل، فاهمني؟ تمام. فالجزء ده هنا اوبستراكتد وهنا اوبستراكتد، والجزء اللي في النص دايليتد، فهو ده كلوزد لوب اوبستراكشن، ده نوع من الكلوزد لوب اوبستراكشن بقى، تمام؟ يعني في اوبستراكشن في اللوب من الناحيتين، يعني انت لو جبت لوب مثلا دخل في الانتستين، طول اللوب ده 20 30 سم، هو اوبستراكتد من اوله، اول ما دخل الهرنيا، وهو بعد ما رجع تاني وعشان يطلع من الهرنيا، يعني اوبستراكتد من ناحيتين، فاهمني؟ وصلت؟ اه تمام. تمام. ممكن ماشي، ازاي اوصلها؟ ماشي كده، تمام. ادي الديفكت، تمام، وادي اللوب اهو، شايف؟ انت حضرتك شايفني كده؟ وصلت خلاص. انت شايفني؟ لا ما فيش حاجة باينة من اللي انت بص، كانت زهرة دكتور. تمام. ايه؟ اه تمام، الكاميرا زهرة. ظهر كده الكاميرا، بقول لحضرتك انت ده اللي داخل جوه الهرنيا، وادي الهرنيا ديفكت اهو، ادي الديفكت هنا، تمام. انا الهرنيا ديفكت ضغط، هو شارب ديفكت، فضغط على الباول من هنا ومن هنا، تمام، فاوبستراكتد من الناحيتين دول، والجزء ده بقى كلوز، ده هو مقفول من هنا ومقفول من هنا، فاللوب ده يفضل ديستندد، اسمه كلوزد لوب اوبستراكشن. وصلت ولا برضو لسه؟ لا وصل. تمام. إيه لو انا بتكلم كلينيكال بقى، العيان ده بيشتكي من فومتنج، الفومتنج ده قلنا بيبقى ايرلي في السمول باول اوبستراكشن، وبيبقى ليت في اللارج باول اوبستراكشن، هيشتكي من بين، البين ده ممكن يبقى سنترال لو انت عندك سمول باول اوبستراكشن، ممكن يبقى بريفرال لو لارج باول اوبستراكشن. الديستنشن موجود في كل الانواع، والكونستيبيشن قلنا بيبقى موجود ايرلي في اللارج باول اوبستراكشن وليت في السمول باول اوبستراكشن. Other manifestations dehydration, hypokalemia, pyrexia, abdominal tenderness, bowel sound. Okay. Radiological investigation, الاكس راي من الحاجات المهمة، هتلاقي حاجة اسمها air fluid level، يعني لو أنا الكثافة بتاعت المية غير الكثافة بتاعت الاير، فأنت المفروض لو أنت جبت في بالونة، حطيت في بالونة ميه او اي سائل، هتلاقي ومسكت البالونه دي بايدك، هتلاقي ان الميه او السائل بياخد هوريزونتال لاين كده اخره فوقيه الجاز، لان الجاز الكثافه بتاعته اعلى، تمام. فده اللي انت بتشوفه بالظبط لما تيجي تصور عيان، بتشوف اير فلويد ليفل، يعني الترانسفيرس لاين ده بتاع اخر الفلويد وفوقيه الاير، المالتيبل اير فلويد ليفل ده حاجه دايجنوستيك للباول اوبستراكشن. السمول باول بتبقى سنترال، في حاجه اسمها فالفلي كونفنتس، تمام، يعني ده يعني انا اشرحها بعد كده في الاكس راي، شكل كده الاكس راي بتاع الجيجنوم بيبقى ليها كرايتيريا معينه، تمام، وبتبقى سمول دايمتر. اللارج باول اوبستراكشن بيبقى فريم لايك، يعني زي الفريم بتاع الصوره، يعني بيفرق ده الشكل الانتستينال اوبستراكشن في الاكس راي، شايفين كل الباول فيها ديستندد وفيها اير، تمام. العين ده في الغالب مش متصور بلين ايركت، يعني ده سوباين، شايفين تحت اهو سوباين، سوباين بوزيشن، مش هيظهر فيه الاير فلويد ليفل. الاير فلويد ليفل لازم المريض يبقى واقف، لازم هو بص كده، ده الاير فلويد ليفل ممتاز اهو، شايفين الصوره، ادي الاير ترانسفيرس لاين وادي الفلويد فوقيه، يبقى دي كرايتيريا اوف مالتيبل اير فلويد ليفل، تمام. دي الفالفلي كونفنتس اللي احنا قلنا عليها دي، شايفين الخطوط، شايفين الاسهم، شايفين الاسهم دي، الاسهم دي، دي اسمها الفالفلي كونفنتس. الميوكوزا الفولدس اللي موجوده في السمول باول، تمام، بيبقى بتدي شادو،
شادو خط كده، شايفين الخطوط البيضاء اللي في النص اللي طالعه من اليومن لليوم لاخر اليوم، دي اسمها الفالفولي كونفنس او تو سبيست لايك يعني. تمام، ده اللارج باول اوبستراكشن الناحيه اليمين، ده اللارج اهو بريفرنس فريم لايك يعني زي الشادو بتاع الصوره او زي الفريم بتاع الصوره، والهوستريشن زي موجوده الخطوط البيضاء دي اللي موجوده اللي طالعه من الكولون، لكن هي مش مكمله لحد الاخر يعني. لو انت رجعت تاني هنا الصوره اللي قبلها هتلاقي الخطوط بتاع الفالفلي كونفنتس دي اللي هي عند الاسهم هتلاقيها مكمله من واخده ترانسفيرس كده كروس اجينست كل اللوب يعني واخده من الاول للاخر. لو انت رجعت للهوستريشنز هتلاقيها مش مكمله، هتلاقيها حته صغيره مش مكمله للاخر. تمام، الكوفي بين ساين دي اللي هي بتاعت السيجمويد فولفولس دي حاجه كاركترستيك هو راسمها لك في الناحيه اليمين، وعلى الناحيه الشمال لو انت تخيلتها هتلاقي في حبايه فوق من القهوه وحبايه تحت، دي في الاخر اسمها الكوفي بين ساين، ودي لما بتشوفها في الاكس راي دي حاجه دايجنوستيك لل الفولفولس. تمام، ده شكل السجمويد فولفولس اهو اللي عايز يتخيله، ده الكلوزد لوب اوبستراكشن بتاع الفولفولس. ادي فيه اهو عند الميزنتري حصل تويست تحت والاوبستراكشن، فيه اوبستراكشن هنا وفيه اوبستراكشن هنا والجزء الكبير ده دايليتد. تمام، فالمنظر ده بتاع السجمويد فولفولس هو مصورها لك في الناحيه الثانيه اللي هي الكوفي بين. لو انت متخيل اهي ادي الحبايه بتاعت القهوه اللي انت بتشوفها. تمام، فيها جزء فص من فوق وفي فص من تحت وفي خط بينهم، ده كاركترستيك للبولس. السي تي سكان مهم او بيجيب لي حاجات كتير منها التيومرز، منها حاجه زي الستون الياس زي الحاجات دي كلها. ده المنظر في السي تي، شايفين الدوائر دي كلها ساينال اوبستراكشن. التريتمنت، انت جاي لك عيان انتستاينال اوبستراكشن، في منه مريض هيمشي كونزرفاتيف مانجمنت وفي مريض هيحتاج ان انت تدخله غرفه العمليات. البيزكس كلها في الاول واحد يعني، انت لما هيجي المريض ده، المريض ده شود بي ريسسيتيتد لان هو المريض ده فقد فلويد كتير. تمام، عنده حاجه اسمها سيرد سبيس لوس ان هو جزء كبير من السوائل اللي موجوده في الجسم هو فقدها، فانت محتاج ان انت تركب له انترافينس اكسس. تمام، محتاج ان انت تعمل له جاسترونستاينال درينج، بتركب له رايل تيوب فلويد اند الكترولايت، شوف الالكترولايت بتاعته، تحاول تريليف الاوبستراكشن والكونزرفاتيف مانجمنت. اهي الكونزرفاتيف مانجمنت بتنفع لو انت مريض مثلا زي الباراليتيك اليس، ده هيتعالج كومبليتلي كونزرفاتيف مانجمنت، ده مش هيحتاج جراحه، او عيان اديزيف انستاينال اوبستراكشن. تمام، العيان اللي هو الاديزيف انتستينال اوبستراكشن هتكونزرف عليه 24 ساعه، المريض ده اتحسن كان بقى يبقى هيكمل على الكونزرفاتيف مانجمنت، ما اتحسنش يبقى ده النيد اوف سيرجيكال انترفينشن، يبقى رايل تيوب انترافينس فلويد يورينري كاستر ابدومينال اكزاميشن كل 8 ساعات وبرود سبيكترم انتيبيوتكس عشان ما يدخلش في انفكشن. دي الراين وازاي بتركبها، ودي الكانيولات ودي القسطره الفولي عشان تجمع اليورين وتشوف العين ده الكلى بتاعته شغاله ولا لا، بياخد فلويد ريسسيتيتد كويس ولا لا. Some cases will settle and by using the يعني بعض الحالات هتتحسن بالكونزرفاتيف مانجمنت وبعض الحالات مش هينفع تمشيها على الكونزرفاتيف مانجمنت. From the start you should do surgical intervention بعد العيان ما يبقى stabilized، لو انت شخصت ان العيان ده ميكانيكال اوبستراكشن او strangulated اوبستراكشن او كلوزد لوب اوبستراكشن زي الفولفرز. طيب، في مقوله حلوه بنقولها على المريض اللي هو هو بتاع الاديزيف انتستينال اوبستراكشن، the sun should not both rise and set، يعني الشمس ما ينفعش تشرق وتغرب على عيان عنده مريض انتستينال اوبستراكشن وانت لسه مكمل في الكونزرفاتيف مانجمنت، يعني قصده ان هو يقول لك ما تعديش 24 ساعه، لازم تكون واخد قرار في العيان ده، لو العيان ده ما اتحسنش قبل 24 ساعه يبقى تاني يوم لازم ايه؟ should be explored. الجراحة هنعملها لو الكونزرفاتيف فشل، لو ان هو المريض ده فروم ذا ستارت عنده irreducible او obstructed او strangulation او فيرجن ابدومين يعني ما عندوش adhesions وعنده ميكانيكال obstruction، فهو يعني لو هو مش باراليتيك الياس وهو مش adhesive intestinal obstruction. تمام، يبقى يشوت اكسبلور.
اوكي دي كيزز تمام. تبقوا تشوفوها. هنتكلم بقى ان بريف عن الابندكس. يعني احنا بنحاول نبسط الموضوع شوية. الاكيوت ابندسايتس من الحاجات اللي هي اكتر حاجات هتقابلها في الاستقبال على مستوى الطالب. انت المفروض لازم تعرف ازاي تشخص عيان الاكيوت ابندسايتس. فهي الاكيوت ابندسايتس is one of the most common causes of acute abdomen. يعني من الاسباب الاكيوت ابدومين اللي هتقابلك في الاستقبال ممكن الاكيوت ابندسايتس، الاكيوت كوليسيستايتس، البرفوريتد بيبتيك، والبرفوريتد تايفويد ألسر. دي من الحاجات اللي هي اللي انت هتقابلها لو انت قعدت معانا في الطوارئ شويه. طيب الايدج اوف ابندسايتس الموست كومون ايدج بيبقى من 20 ل 30 سنه. اكتر ايج بيحصل في الابندسايتس بيحصل من الايج من 20 ل 30. ليس كومون تو اوكيور اقل من 5 سنين، ما بتحصلش كتير اقل من 5 سنين. طيب ليه ما بتحصلش في السن اللي هو اقل من 5 سنين؟ لان هي الابندكس في العمر ده بتبقى البيز بتاعتها وايد والدرينج بتاعها بيبقى كويس، فعشان كده ما فيش اي اوبستراكشن ممكن يحصل فيه. طيب الاكيوت ابندسايتس في منه نوعين عشان تبقى فاهم، في اكيوت اوبستراكتيف ابندسايتس تمام، وفي نون اوبستراكتيف ابندسايتس. انتوا معايا ولا وصلتوا؟ لا تمام مع حضرتك. تمام جميل. الاوبستراكتيف ابندسايتس يعني زي ما احنا اتكلمنا في الانتستاينال اوبستراكشن، الكوز بتاعها دي طبعا بتبقى اغلب الحالات، يعني حوالي من 60 ل 70% من حالات الابندسايتس بتبقى اوبستراكتيف ابندسايتس. بمعنى ان الاوبستراكشن ده بيحصل عند البيز اوف ذا ابندكس. الابندكس هي بلايند اندد ستراكشر تمام، موجود عند السيكم قريب من التيرمينال اليوم. السايت اوف اوبستراكشن دايما بيبقى عند البيز اوف ذا ابندكس، والاوبستراكشن ده ممكن يبقى فورين بودي، ممكن يبقى امباكتد فيكوليس، ودي من اسباب الاوبستراكتيف ابندسايتس. طيب في نوع تاني من الابندسايتس اللي هو نون اوبستراكتيف ابندسايتس، ده دايما بيبقى ديو تو بكتيريال انفكشن تمام. انا النوعين اللي عندي الاكيوت الاوبستراكتيف ابندسايتس اللي هو معظم الحالات اللي انا بشوفها في الاستقبال، والاكيوت اوبستراكتيف ابندسايتس ده في الغالب يحتاج سيرجيكال انترفينشن. على فكره في جزء من الحالات اللي هي بتاع الابندسايتس ممكن امانج ويز كونزرفاتيف مانجمنت اللي هي النون اوبستراكتيف تمام. فبيبدا الانفلاميشن في الاول بيبقى كتورال الانفلاميشن. الانفلاميشن يبدا في السوبرفيشال شويه في اليومن بتاع الابندكس ويبقى اسمه كتورال الابندسايتس. الكتورال الابندسايتس ده ممكن يعمل لي حاجه اسمها ميوكوسيليوز ابندكس. يعني ممكن الكتورال الانفلاميشن ميوكوس سكريشن كتير تفضل ازاي ده تتملي بميوكوس سكريشنز وهو في اوبستراكشن عن البيز بتاعتها، فتبقى اسمها ميوكوسيل اوف ذا ابندكس زي الميوكوسيل اوف ذا جول بلادر. او السابيوراتيف ان هو الميوكس ده بيبقى انفكتد، ومعظم الاورجانيزمز اللي بتعمل انفكشن في المكان ده اللي هي الايكولاي، وتعمل لي حاجه اسمها ايه امبايما اوف ذا ابندكس، او ان الابندكس يحصل جانجرين فيها، يعني يحصل الجانجرين. طيب ليه الابندكس من الحاجات اللي ممكن يحصل فيها جانجرين؟ لان الارتري الابندكولار ارتري ده من الارتريز اللي هي الاند ارتريز تمام. لان الابندكولار ارتري ده من انواع الارتريز اللي هي الاند ارتريز، والاند ارتريز دي لو هي اتقفلت خلاص ما فيش سيركوليشن تحصل تاني وخلاص هيحصل جانجرين. طيب النوع الثاني غير الاوبستراكتيف اللي هو النون اوبستراكتيف ابندسايتس اللي هو الانفلاميشن العادي اللي هو بيبقى كاتارال انفلاميشن، سابيوراتيف انفلاميشن، وممكن جانجرينوس انفلاميشن في الاخر. طيب كلينيكالي خلينا الاول نقول ان احنا نشخص المريض ده ازاي كلينيكال. البين لو انا ازاي اشخص عيان عنده ابنسايتس، المريض بيجي لك بيشتكي من بين. البين ده بيبقى مكانه فين؟ في الاول بيبقى
دايما المريض يوصف لك يقول لك يا دكتور انا جالي مريض في الجزء السنترال من الابدومن او في نص بطني، تمام، حوالين السره بدا الالم هنا، وبعدين الالم راح ناحيه الرايت ايليك فوس. طيب ايه السبب بقى؟ ان البين بيبدا الاول حوالين الامبليكاس، وبعدين ده سؤال مهم، بعدين يروح ناحيه الرايت ايليك فوس، لان في الانفلاميشن في الاول بيبقى يعني جوه في الميوكوزا بتاعت الابندكس وفيسرال، فالبين بيبقى فيسرال. الفيسرال بين ده تشوف ازاي ده مثلا هي الفيسرال سبلاي بتاعها اللي هو تي 10 اللي هو نفس البلاد سبلاي بتاع الامبليكس او البيري امبليكال ريجن. عشان كده الالم في الاول بيسمى حوالين السره بيري امبليكال بين، تمام. بعد كده الانفلاميشن يبدا يزيد يزيد يزيد، يحصل انفلاميشن للسروزه، والسروزه تنقل الانفلاميشن للبرايتال بروتونيوم. البرايتال بروتونيوم ده لوكالايزد بقى، يعني ده هتحس بالبين في نفس المكان اللي هو الرايت اليك. يبقى ايه البين لما يبقى لوكالايزد في الرايت الياك ريجون، يبقى ده ديو تو irritation of the parietal peritoneum. يبقى تاني البين يبقى موجود سنترال حوالين البيري امبيليكال بين، وده فيسرال بين. بعد كده البين بيبقى برايتال بين ناحيه الرايت الياك فوسا ديو تو irritation of the parietal peritoneum. طيب في قاعده هقولها لك وتفضل حافظها طول عمرك، مريض الزايده عنده انوركسيا، ولو ان انت شفت عيان عنده الزايده قال لك انا عندي الزايده، وسالته قلت له انت اكلت النهارده، هو معظمهم يعني معظم الحالات اللي هي بتشك في الدياجنوزس فيها بتبقى في ميلز، صعب جدا ان الميل يشك فيه، يعني معظمهم بيبقى اوستراكتيف ومعظمهم بيتحملوا الالم جامد وكده، فانت بيجي لك العين من الاخر يعني مفيص من الاخر، تمام، اللي هو في نهاية المطاف بتاع الزايد. فأنت بتسأل المريض أنت في عندك قابلية للأكل أو شهية؟ يقول لك يعني بسيط. طب أكل؟ لا ما أكلتش. طيب لو هو قال لك أكل يبقى ده مش أبندكس، يبقى عدم وجود الأنوركسيا أو إن المريض بياكل كويس مفيش مشكلة، يبقى ده اكسكلود الأبندكس، يبقى لازم أي عيان عنده زايدة يبقى عنده أنوركسيا ونوزيا، تمام. الفومتنج مي بي بريزنت اور نوت. طيب حد يسالني ايه سبب الفومتنج؟ ليه فومتنج؟ احنا بعد خالص تحت، حتى لو هو الزايده دي اوبستراكتيف ابنسايتس، تمام، ايه اللي يخلي يحصل من الزايده فومتنج؟ دي حاجه اسمها ريفلكس بايلورس بازم، البين بيعمل لي ريفلكس للبايلورس، بيبقى البايلورس اسباستيك يفضل قافل، فالمريض يعمل فومتنج حتى هو مش بياكل وما بياكلش، بس بيرجع الجاستريك سيكريشن او الجاستريك كونتنت، تمام. طيب بين الالم اللي هيبدا الاول ولا الفومتنج؟ لا الالم، لو الفومتنج بدا قبل الالم برضو دي نفس الكلام، دي اكسكلود الابندكسايتس، دي في الغالب هتبقى جاسترو انترايتس، تمام. يبقى انا قلت عندي حاجتين مهمين في الهيستوري لازم اخدهم، في انوركسيا ولا لا؟ في انوركسيا اه ممكن تمشي زايد، مفيش انوركسيا لا دي صعب تكون زايد، لان هو الانوركسيا دي حاجه لازم تبقى موجودة في المريض اللي هو بتاع الأكيوت السنة الأسترالية. الكونستبيشن ممكن يبقى موجود وممكن يكون كوز، لأن إحنا قلنا من الحاجات اللي بتعمل أوبستراكشن عند البيز الإمباكشن مثلا للفيكوليس، تمام، ده ممكن يحصل يعمل لي أوبستراكتيف أبندسايتس. الدايريا تبقى موجودة أه تبقى موجودة بس في بعض الأنواع اللي هو البلفيك أبندسايتس. اوكي دي معظم السيمبتومز والساينز مهمه جدا طبعا في الاكزامينيشن. الفيفر يعني العيان اللي هو الاكيوت ابنسايتس يبقى فيفرش ولا لا؟ ممكن ما يبقاش فيفرش، ممكن يبقى فيه لو جريد فيفر. طيب ما يبقاش هاي جريد فيفر، يعني ليه بقى؟ لان هو الفينس درينج بتاع الزايده تبع البورتال سيركوليشن، والبورتال سيركوليشن مش هتوصل للسيستميك سيركوليشن بسهوله، فعشان كده الفيفر بتبقى لو جريد فيفر. طيب امتى العيان ده يبقى عنده هاي جريد فيفر؟ لو ان العيان ده بيرفوريتد، لو ان العيان ده بيرفوريتد حصل بيرفوريشن للزايده، والبص اللي موجود جوه الزايده او الفيكوليس اللي موجوده جوه اتنشر في البروتونيال كافيتي وعامل بروتونايتس، فالبرايتال بريتون ده الدرينج بتاعه السيستميك سيركوليشن هيروح على طول على الكيفا على الفينا كيفا وعلى الهارت، فيعمل لي
هايبر بايركسيا، الفيفر ممكن توصل ل 40. يبقى اللو جريد فيفر بتحصل في الزايده ممكن تحصل. ليه لو جريد فيفر؟ لان هو الدرينج بتاع الزايده الابندكس رايح للبورتال سيركوليشن. امتى تحصل هاي جريد فيفر؟ لما تبقى كومبليكيتد، لان بيحصل سبريد للسيستميك سيركوليشن. خلاص مفهوم الجزء ده؟ تمام. تمام. طيب لا تمام. ايه؟ بقول لحضرتك تمام يا دكتور. ماشي. تاكي كاردي، تمام. طبعا طبيعي ان هو اي عيان فيفرش، تمام، لازم هيبقى عنده تاكي كارديا، تمام. فيفر يعني في فيفر، في تاكي كارديا، فالبلس بيبقى بروبورشنيت تو ذا فيفر، يعني متناسب مع الفيفر. طيب اللوكال اكزامينيشن، لو انا فحصت العيان ده هلاقي فيه ايه؟ لو انا عملت انسبكشن هلاقي ان العيان ده بطنه ما بتتحركش قوي مع الريسبيريشن. المفروض ان انا الطبيعي ان انا في فري موفمنت مع الريسبيريشن. طيب الانسبكشن مش هيفيدني قوي، احط ايدي بقى، ابدا احط ايدي اعمل اكزامينيشن. ابدا اكزامينيشن منين؟ ابدا اكزامينيشن من المكان، دايما زي ما اتعلمت في البطنه ان انت تبدا من الجزء اللي هو ما فيهوش ديسيز. يعني انت اكسبكتنج ان العيان ده ممكن يكون زايده، هو بيشتكي من رايت الياك بين، ما تفحصوش من الناحيه الرايت، يعني ما تجيش على الحته اللي هو ايه تعبان فيها وانت تروح حاطط ايدك عليها في الاول. طبعا هتبقى مشكله مع العيان، ويعني لازم تبدا من الجزء اللي هو البعيد شويه، هو تعمل اكزامينيشن فروم ذا ليفت الياك فوس، دي اسمها الروفزنج ساين. يعني انا لما بضغط على الليفت الياك فوسه بيحصل ديستنشن للاير اللي موجود في كل الكولون، يروح الناحيه الرايت، يعمل لي ديستنشن للسيكم، تمام، يعمل لي بين في الناحيه الرايت، دي اسمها روفزنج ساين. طيب لما اروح الناحيه الرايت هلاقي فيه تندرنس، هدوس بايدي احس بالم، هشيل ايدي احس ان العيان اتنطر مره واحده كده. يعني انت دوست كده، بتدوس بايدك على الرايت الياك تضغط جامد، بعدين ترفع ايدك تحس ان هو في ريباوند، في بين عنيف جدا حصل مكان ما انت شلت ايدك. او العين حصل فولانتري ماسل سبازم وحصل جاردنج، تمام. والسكلتيشن مش مهم قوي، يعني مش هوش مهم قوي، بس في ديمينيش انترنال موفمنت، واي دونت ثينك يعني ان هي لها لازمه، ممكن ما يبقاش ديمينيش ولا حاجه. طيب في كرايتيريا للدياجنوز بتاع الاوستراكتيف ابنسايتس، الاوستراكتيف اللي هو لازم يعمل عمليه، اللي هو سيفير كوليكي بين، عنده كوليكي بين عنيف جدا، وعنده فومتنج، وعنده فيفر وتاكي كارديا ماركت تندرنس وريجيدتي. الساينز دي مهمه جدا وتحفظها زي اسمك، روفزنج ساين اللي هي كروس دي تندرنس. قلنا ان انا احط ايدي ناحيه الليفت الياك فوسه هتعمل لي ديستنشن للاير اللي موجود في كل الكولوم، يروح ناحيه الرايت يعمل ديستنشن للسيكم، ديستنشن للابندكس، الريتيشن للبرايتال بروتينيوم، بين ات ذا رايت سايد، يبقى دي اسمها روفزنج ساين. شيرين تريانجل هايبر اسيزيا، شيرين تريانجل هايبر اسيزيا، ده التريانجل ده زي ما مرسوم قدامكم من الامبليكاس للسيمفيس بيوبس للانتيرو سوبيرو اليكس باين، يبقى في هايبر اسيزيا في الجزء ده، وسببها ان بيحصل اريتيشن للبرايتال بروتين. اوبتيريتور ساين من الحاجات اللي هي الرير، هيبقى في بين اد انترنال روتيشن، لو انا عملت انترنال روتيشن اوف ذا فليكسد ساين اوف ذا فليكسد ساين بيحصل اريتيشن للاوبتيوريتور انترنس ماسل باي بلفيك ابنسايتس، لو الابندكس دي بلفيك وانا عملت البوزيشن ده اللي انتوا شفتوه اللي هو روتيشن اوف ذا فليكسد ساين رايت ساين، على فكره مش هينفع ليفت طبعا لان الابندكس الناحيه الرايت، تمام، هيحصل بين. طيب السوس ماسل دي بتحصل نتيجه الاريتيشن للسوس ماسل، فبيحصل الريفلكس فليكشن، يعني تلاقي العيان دايما مرتاح وهو عامل فليكشن للساين، دي بتعمل انت اكستنشن يعمل يحصل الريتيشن جامد للسواس ماسل ويحصل بين، تمام، يبقى بين اون اكستنشن اوف ذا رايت ساين، والعيان عشان القصه دي بياخد البوزيشن بتاع الفليكس ساين. طيب الاتيبيكال فورمز لونج ريتروسيكال، الريتروسيكال لو انت عايز تعرف البوزيشن بتاع الزايده، الريتروسيكال هو اكتر حاجه حوالي 70% او 74%، ويبقى في بين سايتو ذا مكبيرنس بوينت، بس بيبقى مينيمال، بس بيبقى في اريتيشن للسواس ماسل لان هي ورا السيكم وقريبه شويه من السواس ماسل. البلفيك ابندسايتس يعني الابندكس نازله شويه متدلدله في الحوض، و
لمسه ممكن تلمس اليورينال بلادر تعمل لي حاجه اسمها ديسيوريا، ممكن تلمس الريكتم او تبقى الانفكشن قريب من الريكتم يعمل ديزنتري اند دايريا. باراسيكال ابندكس دي اباوت 2%، ودي تدي الكلاسيك بريزنتيشن اللي هو بين ات ذا رايت، في الاول البين بيبقى سنترال بعد كده بيبقى تو ذا رايت. بوست اليال امينوسايتس من الحاجات اللي هي الرير. طيب في حاجه خطر جدا اللي هي الريتروسيكال ابندكس، دي ممكن تعمل لي حاجه اسمها بورتال بايمي، يعني هي السيركوليشن البص او الانفكشن فيها ممكن يروح لليوسيكال فين، والاليوسيكال فين ده بيفتح في السوبيرومزنتريك فين، السوبيرومزنتريك فين يودي على البورتر فيعمل لي حاجه اسمها بورتال بايمي. تمام. سابي باتيك ابندكس دي لو حظك انت كجراح مش حلو هتلاقيها، يعني تفتح على الزايده اصلا في كونجنتال انومالي في العيان، والزايده موجوده تحت الليفر، السيكم والزايده موجودين تحت الليفر، تفتح انت وللاسف البين بيبقى هو بيبقى شيفتد ابورد، لكن احيانا بيبقى في ريباوند تندرنس على الرايت اليك فوسه. تمام. وتفتح انت على الزايده وتقعد تدور عليها ما تلاقيهاش، تضطر ايه احسن حاجه في القصه دي ان انت تعمل لاباروسكوبي. طيب الابنسايتس ان بريجنسي، يعني هل في مشكله في الابنسايتس؟ اه طبعا في مشكله، البريجنسي بيعمل ديستربنس شويه للاناتومي، يعني هو الابندكس كل ما الجستيشنال ساك تزيد كل ما الانتستين تطلع لفوق، فالبين هيبقى فوق اباف. طيب غير ان البين هيبقى فوق، الاومنتم مش هيعمل لوكاليزيشن، يعني انا عندي حاجه اسمها الجريتر اومنتم، ده اسمه البوليس مان اوف ذا ابدومين، اللي هو راجل البوليس بتاع كل البطن. يعني ايه راجل البوليس بتاع البطن؟ يعني انا بحافظ على الجسم او الاعضاء اللي موجوده جوه البروتونيال كافيتي من الانفكشن والانفلاميشن، اي انفلاميشن يروح الاومنتم يحوطهم يعمل زي فليجمون حواليه، هذا الفليجمون بيمنع السبريد اوف انفكشن، يعني يخلي الانفكشن لوكالايز ناحيه القصه دي ما يبقاش جنرالايزد انفكشن. تمام. فاللوكاليزيشن قليل والبين مختلف، وطبعا المشكله عندك ان انت لما بتيجي يحصل بيرفوريشن ممكن يحصل ابورشن، ولما بتاخد المريض برضو انا ياخد اناسيزي او حاجه برضو في انسيدنس ان يحصل ابورشن او بريماتيور ليب. طيب الابندكس ان تشيلدرن serious condition 80% would have perforated appendix due to ان هي معظم الاطفال طبعا مش هتدي لك كلاسيك بريزنتيشن، يعني هيدي لك مش هيوصف لك البين ان هو كان سنترال وراح الناحيه الرايت، وممكن يبقى عنده دايريه، ممكن يبقى عنده فومتنج تمام عنيف، you may miss it as جاسترو انترايتس. تمام. وطبعا هو difficult في الاكزامينشن. الاولد ايج خلي بالك لازم تعمل سي تي كونتراست كويس، لان ممكن العيان ده يبقى كانسر سيخ. الاوبيز بيشنت طبعا فيري ديفيكولت ان كيس. طيب الكومبليكيشنز الاكيوت ابنسايتس يا اما هتبص سموزلي او الكونزرفاتيف مانجمنت، او ان هي هيحصل كومبليكيشن. الكومبليكيشنز دي منها الابنديكولار ماس. الابنديكولار ماس دي معناها ان الزايده حصل فيها زي بيرفوريشن صغير، او الكومنتم يعني حصل بان انفلاميشن، حصل انفلاميشن في كل الوول اوف ذا ابندكس، والاومنتم راح يحوطها فعمل زي ماس في الرايت الياك فوس، دي اسمها الابندكولار ماس. دي بتتكون من 2 تو 3 دايز افتر نون اوستراكتيف ابندكسايتس. تمام. وبتبقى موجوده في الرايت الياك فوسه، وعلاجها ان انا امشي المريض ده على كونزرفاتيف مانجمنت، اسمه اوشنر شيرين ريجمين، ان انا عنده يمشي ان بي او تمام ناثينج بير اورال، ما ياخدش حاجه وياخد انتيبيوتكس، واتابع التمبريتشر واتابع البالس بتاعه واتابع البلاد بريشر، لو لقيت العيان ده بيتحسن وعلم الماس زي ما انتم شايفين في الصوره كده، اعلم السايز بتاعها وبعد كده افحصه كلينيكال، لو لقيت ان السايز بتاعها بيقل والدنيا كويسه يبقى خلاص. طيب لو لقيت ان بقى الفيبر بدات تزيد بقت اكتر من 39، يبقى في الغالب والسويلنج بيزيد، يبقى في العيان في الغالب العيان ده قلب من ابندكولار ماس الى ابندكولار ابس، ودي لازم اعمل لها ايه؟ جراحه، لازم اعمل لها سيرجري.
البروتونايتس ممكن يحصل لو انا ايه لو حصل سبريد للانفكشن وجنرالايزد بيريتونايتس. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي اعملها المريض زي ده؟ ممكن اعمل له حاجه اسمها الليكوسيتيك كاونت، سيريال ليكوسيتيك كاونت. يعني ايه؟ يعني اعمل له توتال ليكوسيتيك كاونت دلوقتي واشوف العيان ده. لو انا ماشي على الكونزرفاتيف مانجمنت اقيسه بعد مثلا 6 ساعات او بعد 12 ساعه، لو هو بيقل تمام يبقى خلاص الكونزرفاتيف مانجمنت دي كويس، لو هو بيزيد يبقى ده لا، ده دايجنوزس ان هو عنده ابندسايتس وهيحتاج سيرجيكال انترفنشن. اليورين اناليسيز محتاجه عشان تو اكسكلود اليورينري، الحاجات اليورينري. بريجننسي تيست طبعا مهم. راديولوجيكال انفستيجيشن الالترا ساوند ممكن يشوف الابندكس احيانا، السي تي احسن حاجه، اللابروسكوبي طبعا اعلى واحد فيهم. طيب انكومبليكيتد ابندكس اعمل لها ايه والكومبليكيتد اعمل لها ايه؟ الانكومبليكيتد ابندكس ارجنت ابندكسكتومي سواء اوبن او ابندسايتس، الانسيجن بتاعي اسمه ماكبيرنز انسيجن او اسمه جريت ايرن انسيجن، جريت ايرن انسيجن ات ماكبيرن بوينت. الماكبيرن بوينت زي ما انتم شايفين انا باخد لاين خط من ما بين الامبليكس وبين الانتيرو سوبيري هيليكس باين، بقسمه الى تلتين وتلت وبفتح عند الجنكشن بتاع التلتين وتلت ما بين الامبليكس اند سوبيري هيليكس انتيرو سوبيري هيليكس باين، دي اسمها المكبيرن بوينت، دي اسمها المكبيرن بوينت. طيب لو هي كومبليكيتد بقى ابندكس ابندكولار ماس، همشي على اوشنر شيرن ريجمن او اوشنر شيرن مانجمنت واشوف اتابع البلس واتابع التمبريتشر واتابع السايز اوف ذا ماس. لو لقيت ان هم العيان ستيبل هيمو دايناميكالي ومفيش اي مشكله فيه ومفيش ثروبنج بينه ومفيش الانكريس في السايز اوف ذا ماس يبقى خلاص هيعمل ديليد ابندكسكتومي افتر 3 مانس. لو المانيفستيشن زادت في فيفر وفي يعني معنى كده ان في ابسس تكون، فالابندكولار ابسس اللي هو العلاج بتاعه ان هو هعمل له درينج. طيب دي كانت معظم الحاجات بقى اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفها، وان شاء الله هننزل لكم على البي دي اف باقي الحاجات اللي هي الديزيزز اوف ذا سمول باول. تمام، تمام يا دكتور. احنا كده خلصنا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجة، طبعا وان شاء الله ان شاء الله ننزل البي دي اف، و يعني الأسئلة إن شاء الله هتبقى بسيطة جدا بإذن الله. يا رب إن شاء الله. شكرا خاصة حضرتك يا دكتور. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير. حضرتك من